معانا بتجربة اليوم الرام 1500، ومن النسخ السبعة للرام 1500 معانا تحديداً الرام ريبل، وهي السيارة المعدة أكثر للقيادة على الطرقات الوعرة. هاي الشاحنة ما بتتنافس مباشرة مع الفورد رابتر، لازم أقولكم هاي من الأول. الفورد رابتر هي سيارة مختلفة تماماً عن الفورد F-150، فهي سيارة مخصصة للقيادة بسرعات كبيرة كتير على الطرقات الوعرة. الرام ريبل هي نسخة من نسخ الرام 1500، وعم تحصل على بعض التعديلات لمساعدتها على القيادة على الطرقات الوعرة. فالرام ريبل بتتنافس مباشرة مع الفورد 150 وبأسواقنا كمان مع الشيفرلي سيلفيرادو. يلا خلينا نتعرف أكثر على الرام ريبل بتجربة اليوم، وكالعادة لا تنسوا أن تشتركوا بقناة يلا موتر على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا آخر تجاربنا دائما. طبعا من الخارج بنقدر نميز الرام ريبل مباشرة من الزوايد اللي عم تيجي باللون الأسود، ابتداء من الشبك الأمامي للسيارة لتخلى عن الكروم اللي عم تحصل عليه الرام 1500 بباقي النسخ، والريبل عم تيجي مع هذا الشبك الأمامي باللون الأسود مع أحرف شعار رام الثلاثة الكبيرة الموجودة بالمقدمة، وكمان طبعا نقدر نميزها باستخدام اللون الأسود على جانب السيارة. أما بالنسبة للرام ريبل كمان عم تحصل على غطاء مميز لمقدمة السيارة عم بيجي مع الفتحتين هدول باللون الأسود، واللي هن مش فتحتين حقيقيات بس هو عبارة عن قطع بلاستيك موجودة بس للزينة. ولكن الشيء اللي مش بس للزينة بهاي السيارة هي هاي القطعة المعدنية الكبيرة الموجودة بأسفل مقدمة السيارة، واللي عم تعطيك شغلتين: أولاً مسافة أكبر بمقدمة السيارة، وأيضاً عم تعطيك حماية لمقدمة السيارة وأسفل السيارة لحتى تعطيك ثقة أكبر بقيادة الرام ريبل على الطرقات الوعرة. وبشكل عام أنا بظن أنه الرام ريبل هي من أشرس التصاميم اللي ممكن تحصل عليها لشاحنة بهاي الفئة. الرام ريبل عم تيجي مجهزة بهاي العتبة اللي عم تمتد على جانب السيارة لتسهيل صعودك على السيارة، وأيضاً لتقدر تدخل على السيارة بسهولة وتحمل أي أغراض بالخلف. الرام ريبل عم تيجي مجهز بتعليق هوائي تقدر أنت تخفض من ارتفاع السيارة مباشرة من مفتاح السيارة، ولتعطيك عملية أكبر بالاستخدام عم تيجي الرام ريبل مجهز بصناديق بأعلى العجلات الخلفية. هاي الصناديق بتفتح كهربائياً مع أبواب السيارة وبتقدر تستخدمها لتخزين أي معدات، وبتقدر تفرغها من أي سائل بفك قطعة مخصصة لهيك داخل الصندوق. ومن الخلف بنيجي على أحد أهم الأسباب اللي بتخليك تفكر بشراء شاحنة بهذا الحجم، وهو طبعاً الصندوق الخلفي الكبير. والرام عم تحصل على صندوق خلفي كبير جداً مزود بهاي القطعة البلاستيكية اللي بتتحرك للأمام والخلف، واللي أنت بتقدر تحركها على حسب حجم الأغراض الموضوعة معك بالخلف لحتى تحد من حركتهم خلال قيادتك للرام ريبل. وطبعاً هي مزودة لتقدر تشتري غطاء من الوكيل لتزيد الحماية لأي أغراض موجودة بالخلف. من الداخل راح يعرف أي حدا معك مباشرة أنه هاي رام ريبل، من استخدامهم لشعار ريبل وأيضاً للون الأحمر الغامق على جميع أنحاء السيارة، فعم نجدهم على التابلو، على الكونسول الوسطي، وعلى لوحة العدادات بالسيارة، وأيضاً على كراسي السيارة اللي هي عم تيجي جلد قماش من لونين الأحمر والغامق وأيضاً الأسود. ولكن ملاحظتي الأكبر على داخل الرام هو استخدامهم الكتير لهذا البلاستيك الخفيف الموجود بكل أنحاء السيارة، وكأنه رام عم يحتفل باليوم العالمي للبلاستيك، لدرجة أنه لما أضغط على أحد الأزرار الموجودة بأسفل التابلو بتحس أنه قطعة البلاستيك الكاملة للتابلو عم تتحرك معك وبتحسها كأنها راح تنكسر. أنا برجو أنه بالرام 2019 فعلا يعلوا من جودة ونوعية المواد الموجودة داخل هاي السيارة، خاصة أنه الرام ريبل وبهذا الموديل عم تنباع معنا بسعر بوصل ل 244,000 درهم. أما بالنسبة للخلف المساحة ممتازة جداً وبتكفي لجلوس 3 بالغين بكل راحة،
وايضا في حركه حلوه بالخلف للمحبي التخييم، انه انت بتقدر تطوي الكراسي الخلفيه لفوق وتحصل على مساحه مسطحه بالكامل على ارضيه السياره. يمكن تستخدمها للعبه التريكس او لعبه ورق، لانه ايضا عندك كاب هولدرز بارضيه السياره بالخلف، او ممكن تستخدمها للنوم وقت التخييم، خاصه لما نعرف انه في عندنا شباك صغير بالخلف نقدر نفتحه كهربائيا من هذا الزر. والرام ربل بشاحنة بهذا السعر عم تيجي مجهزة بشكل جيد، فعم نحصل على إمكانية فتح السيارة وتشغيلها بدون مفتاح أو تشغيلها عن بعد من المفتاح نفسه. أيضا عم نحصل على نظام ترفيه U-Connect مع شاشة لمس 8.4 إنش، فيه طبعا نظام ملاحة، نظام اتصال بلوتوث، وأيضا على نظام تكييف أوتوماتيكي Climate Control ثنائي المناطق مع فتحات تكييف بالخلف، وأيضا مع طبعا لكراسي الجلد اللي قلنا هن عم بيجوا من لونين، عم نحصل على تدفئة وتحكم كهربائي وأيضا تدفئة لمقود القيادة. أما أمام السائق فعم نحصل لوحة العدادات على الشاشة لإظهار المعلومات المختلفة اللي بنقدر طبعاً منغيرها عن طريق الأزرار كالعادة الموجودة على المقود، وبالطرف الثاني من المقود بنحصل على نظام الكروز كنترول أو تثبيت السرعة، وأيضاً على أزرار لتغيير سرعات الجير. طبعاً ما عم نحصل على بادل شيفتس لأنه كالعادة ومثل ما تعودنا من سيارات شركة فيات كرايسلر عم نحصل خلف المقود على أزرار التحكم بالنظام الصوتي، ما بعرف ليش بس هم هيك مقررين. ولكن بصراحة أنا نسيت كل هاي التجهيزات ونسيت كل هذا البلاستيك الخفيف لما وجدت هذا الاختراع. شوفوا، إحنا حالياً أصبحت الموبايلات تبعتنا جزء من حياتنا اليومي، وعادة مع السيارات اللي بجربها بينتهي فيك الأمر أنك يا تحطها بالكاب هولدر أو تحطها بمساحة يا ضيقة أو واسعة زيادة عليها، يعني بتلاقيها دايماً عم تتحرك. سيارة الرام حلوا هذا الأمر بموضوع بسيط جداً، وضعوا عبارة عن قطعة بلاستيك وربر موجودة هون بتقدر تمسك الموبايل بكل إحكام وبتقدر تخليه بمكانه أو بمواجهك، فأنت بتشوف كل المعلومات الظاهرة عليه بكل سهولة، وأيضا بتقدر تمد سلك شحن الموبايل أيضا بكل سهولة. ومش بس هيك، هي بتتسع لموبايلين ومش موبايل واحد. بتمنى أنه أشوف هذا الاختراع البسيط اللي حل مشكلة كبيرة بكل السيارات اللي بختمرها من هلأ ورايح. طبعا قيادة شاحنة بهذا الحجم من هاي الفئة بالسيارات داخل المدينة شوي صعبة، ولكن الرام ربل عم تعطيك بعض الأشياء لتسهل لك هاي القيادة، مثل انه عندنا حساسات بالخلف وكاميرا بالخلف لتساعدك على ركن السيارة، وايضا تعليق السيارة الهوائي عم بيقدر يعطيك قيادة سلسة وهادئة داخل المدينة. وهدوء هذا المحرك فعلا استغربت منه وفاجأني، مع انه لما نعرف انه هذا محرك همي V8 5.7 لتر عم بيولد 395 حصان وعم بوصل العزم تبعه ل 556 نيوتن متر. ولكن طبعا لحتى فعلا تقدر الرام ربل لازم تطلع فيها على الصحراء وعلى الطرقات الوعرة، فهون فعلا تبدأ هاي السيارة تورجيك قدراتها الحقيقية، فبتقدر انت تسوها على اي طرق صعبة مهما كان بمخيلتك هي صعبة، الرام بتحولها لطريق سهل جدا مثل ما انا عم بعمل هلأ. فهي عم تقدر مع تعليقها الهوائي اللي طبعا عم بتغير معانا بالطرق الوعرة واللي عم بيعطيك مسافة كافية تحت السيارة لحتى تتخطى اي صخور او اي تلال بالصحراء بكل سهولة. فعلا سيارة جبارة جدا على الطرقات الوعرة، ومحرك الهمي هون فعلا عم تقدر تشعر انت بقوته وبقوة العزم اللي عم بيولده وعم سهل القيادة على هاي الطرقات. فعلا قيادة فعلا ممتعة بهيك طرقات جدا. خلينا نطلع على التل الجاي. الرام ربل أكيد شاحنة عم تعطيك عملية كبيرة بالاستخدام وثقة لما تطلع فيها على الطرقات الوعرة، ولكن برأيي الشخصي وبسعرها اللي عم بوصل ل 244 ألف درهم، أنا بظن كان لازم نحصل على جودة أعلى للمواد المستخدمة داخل السيارة، وأيضا على تحديثات هلأ عم تيجي على الشاحنات المنافسة،
واللي بظن الرام 1500 راح تحصل عليها مع موديل الـ 2019. ولكن الموديل اللي معنا اليوم بصراحة كان ممكن يكون خيار ممتاز لو كان سعر السيارة أقل بـ 30 أو 40 ألف درهم. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا لليوم، وأشوفكم بتجارب قادمة.